السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء الصف السابع، حياكم الله بمتابعة دروس التربية الإسلامية. وصلنا بحمد الله إلى سورة قاف الآيات الكريمة من 23 إلى 35، تتحدث عن مشاهد يوم القيامة الجزء الثاني، فلتستمعوا إلي جيدا طلابي الأعزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. دمتم أحبائي الطلبة، إن شاء الله نتابع سويا الحفظ في حصة زوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.